اليوم هو يوم خاص لكل أنثى بتحمل بقلبها غريزة الأمومة منذ نعومة أظافرها. خلونا نسمع تقرير زميلنا مصعب الشريف. أمهات منجزات. الفنانة ديانا كرزون عملت أغنية جديدة خاصة بعيد الأم اسمها هاي الست أمي. يلا الفنانة ديانا كرزون عم تحكي معنا من بغداد. بنت أختك فرح حابة تسمعك رسالة، خلينا نسمعها مع بعض. إنه دائما كنت أحكي لماما إنه بدي أروح عند خالتي، وأنا إنه بالحقيقة أكون طالعة من محمد، وبما إني هلأ خطبت محمد فحابة أحكي لخالته وماما سوري. شو ست نور، شو رأيك؟ شو رأيك بهالبنت أختك؟ إذن الإعلامية الأردنية عروب صبح تنضم إلينا. عروب، نسألك يعني عن تحديات الأم في الزمن الحالي. أنا ما بحس إنها كانت الحياة، هل كانت الست طول عمرها تشتغل، تشتغل ببيتها، تشتغل بالمزرعة مع زوجها. الأنثى والأم مش اللي بتولد، هي اللي بتربي، هي اللي بتعطي. هاي نسخة خاصة من يامو عملها زميلنا أبو صلاح. يا ويلك إذا بتعيطي بس تقرص. طبعا انت بعيونك بتصيغ تطلع من مكانها وبس بدك تضلك ماسكة حالك. معنا هيا عوض. صباح الورد يا هيا. معنا والدتك. بما في سر بدك تقولي لها؟ عندها ماما شنطة ميك اب هيك كبيرة، ممنوع تقرب عليها. بتدلع عليها هيا، مش بس هيك. تنضم إلينا الآن معالي الدكتورة لانا مامكغ. والله لأنها والله لو كانت رئيس وزراء كوكب الأرض يعني إيش يعني. صح الأم صح. أولا يعني أنت كنت الصبح بالوزارة ويحكوا لك معاليك وتروح العصر تطبخي مثلا دكتورة، هيك كانت بكل الفرح اللي بالدنيا. معانا رمز الأمومة بالمسلسلات الأردنية الفنانة أمل الدباس. بكل تجربة الأمومة إيش أكتر شغلة هيك بتحسي إنه أثرت فيكي وغيرت فيكي كأمل؟ بجوز أنا ما وعيتش على أولادي كثير لأنه شغلنا وكذا. طبعا بجوز مرحلة الأحفاد. ست أغصان، في شخص حب يوجه لك رسالة، إحنا رح نسمعك الرسالة اللي هو وجهها وإنت رح تعرفي أكيد هو مين. أجمل حاجة يا روحي إنك توأم روحي. كيف هالرسالة من ربيع؟ مش معقولة. طبعاً عيد الأم بالعادة هو يوم بيبعث على السعادة والفرح. بدي أرحب بالمهندس فارس الصايغ مدير عام قناة رؤية الفضائية. يعني هلأ هي ست نازي قبتي معنا. صباح الخير لفارس. هلا أنا مفايق، هلا بيك، هلا أحرجونا يما أحرجونا. طيب والله أحرجونا على الكلمات، على الكلمات. والله هي عادة تستحقيه عن جد. بس أهم إشي الطبخة هي. كانت تدعمك. أكثر طبخة طيب. والله كله الأكل زاهد. ولما كبرنا صرنا نعرف العبارة اللي بتحكي وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. ديالة من الناس اللي بعثونا رسالة حلوة كتير 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 شرحت لنا فيها ليش والدتها تستحق كل هذا الحب. هاي مزاج، اسمي ديالة وماما اسمها نورة، وبدي أحكي لكم ليش هي أحسن أم وليش بتستاهل تتكرم مع مسيح بالحملة. ماما بتدير بالها على أختي، عندها تخلف عقلي، كل يوم تكسر لها غرض عزيز عليها، تكسر لها تلفزيون، تكسر لها منظر، تكسر لها شغلة حافظت عليها ماما من أيام ما كانت عروس. ماما فقدت أصبعين للغرغرينة برجلها، وبتلبس بوت وزنه 5 كيلو كل يوم، بس بتحسسنا زي كأنه مش لابسة ولا إشي وزي كأنها خفيفة خف الريشة. ست نورة، أنا لا أكتر إشي لفت نظري برسالة نورة، قالت برغم من كل الصعاب اللي أنت بتواجهيها دائما بتحسسيهم إنه ولا كأنك عملتي ولا إشي. كيف؟ حبهم، هني حبهم إلي يعني هو بعودنا عن كل شيء. مرة ماما حكت لنا هددتنا أنا بدي أهاجر على طلوزة وطلعت. أوكي. أختي الكبيرة كانت 12-13 سنة بترن على الدفاع المدني. قالوا أمي راحت عنا على طلوزة، بيوصلوا الدفاع المدني بتلتم الحارة. وين أمهم هاجت على طلوزة؟ ماما بتنزل حاملة سلة الغسيل فاضية، إيش فيه؟ والله ولا إشي. بلغنا عنك. مجوهرات من إمسي حبت تعطيكي هذه الهدية. والله أنتوا أهم هدية لي. أنتوا أهم إنه. يعني منعرف إنه يعني كل هدايا الدنيا، كل هدايا الدنيا قليلة عليك وعلى تعبك. نحن مع مسيح من أكثر من 20 سنة. جد؟ ذهب إخواتي وإخواني كلهم وأنا كلهم من مسيح، فإحنا عشرة عمر مع مسيح. طب يلا هذا مو غريب عليهم. من 2002 احنا معهم نتعامل. واو ما احلى. ما احلى. هذه اشوف هذه التعليقة ذهب ومرصع بالألماس من مسيح لإلك مدام نورة. شكرا 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 لكم، لك أتمنى تكون عجبتك. تسلم تسلم حبيبي. شكرا شكرا. إن شاء الله يا رب يفرح فيك أشوفك أم. سدانا أشوف تخففين لنا شوية، تعطينا شوية حنان لأولادك.